ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عبر الخط الهاتفي المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. مرحبا بك. حزمة عقوبات جديدة إذن تفرض على إيران، تستهدف هذه المرة قطاع البتروكيماويات. كيف يمكن أن نقرأ هذه الحزمة الجديدة وما مدى فعالية تأثيرها على إيران؟ يعني الولايات المتحدة في سياسة ترامب الجديدة تعتمد على تجفيف مصادر إيران من العملة الصعبة، و يعني إجبار إيران على صرف ما تبقى لها من العملة الصعبة الذي يقدر بما يقارب 100 مليار دولار، حتى بعدها تستطيع أن تتعامل مع هذا النظام بشكل أكثر صرامة في مجال التفاوض أو في شن أي حرب عسكرية محتملة ضد إيران وضد أذرعها في المنطقة، طبعا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وليس قبلها في نوفمبر 2020 أي العام القادم. والنقطة التي يجب أن ننتبه إليها أن قطاع البتروكيماويات في إيران يجذب لإيران مصادر هائلة وكم هائل من العملة الصعبة، أكثر من 60% من هذه العملة الصعبة تذهب إلى الحرس الثوري، والإدارة الأمريكية بدقة تستهدف وتجفف مصادر الحرس الثوري لتمويل ميليشياتها وأذرعها في المنطقة، أذرعه في المنطقة، وهذه الأذرع نعلم أنها مدعومة من أوروبا بشكل كبير والصين بشكل كبير ونوعا ما روسيا. فالإدارة الأمريكية لديها أيضا موانع أو خلنا نقول حواجز التي لا تستطيع أن تواجه هذه الأذرع بسرعة كبيرة. وقلت أنا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي المانع الأكبر حاليا، وأيضا هناك رؤية في الولايات المتحدة تقول بأنه يمكن التوافق مع إيران وسيتم تنفيذ نموذج مشابه أو خطة مشابهة لما حصل في مماثلة لما حصل في السعودية، وحذف الإسلام السياسي من المشهد في المملكة العربية السعودية. طبعا هذه الفكرة مدعومة من قبل الديمقراطيين في الولايات المتحدة، ويضغطون على الرئيس الأمريكي أن يذهب بهذا الاتجاه. هل نستطيع أن نفسر من خلال ذلك التأرجح في العلاقة بين واشنطن وطهران؟ مرة يهددون بالحرب على طهران وأخرى بالحوار معها، هل ننتظر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الأمريكية القادمة؟ يعني هو كل شيء رهين الانتخابات الأمريكية القادمة، وإن فاز ترامب سنشهد تصعيد أكبر من ما هو عليها الآن، لأنه الرئيس الأمريكي ليس يعني محددا بانتخابات أخرى، فسيكون أكثر حرية وأكثر طلاقة في التعامل مع القضايا العالمية، خاصة الشأن الإيراني الذي الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تعير له أهمية كبيرة بسبب حربها مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي، الحرب الاقتصادية. وأيضا المفاوضات هي إحدى الحلول، لكن الموضوع هو يتعلق ببنية النظام الإيراني الذي يعتمد على تصدير الثورة وفكرة ميليشيات العابرة للحدود التي الولايات المتحدة تحارب هذه الفكرة حاليا، الإدارة الحالية إدارة رئيس ترامب، وتتنفع من هذه السياسة العابرة للحدود الاتحاد الأوروبي والصين. ولهذا السبب نرى أن إيران أصبحت ساحة صراع دولية بين الولايات المتحدة من جهة والصين وأوروبا من جهة أخرى. فالموضوع يعني الملف الإيراني لا يزال سيستمر بهذا الشكل، حين بعض الأحيان نسمع مفاوضات وبعض الأحيان نسمع وساطات. سيد محمد، الآن تحصل وساطة يابانية. نعم سيد محمد، أشرت قبل قليل إلى أذرع إيران في المنطقة. إلى أي مدى تتأثر هذه الأذرع بالعقوبات الاقتصادية على طهران؟ يعني إذا لاحظنا الآن حالة جماعة حزب الله الإرهابية التي وصلت إلى الاستجداء، وبدأوا يستجدون هنا وهناك، وحتى في ألمانيا التي الحكومة الألمانية سمحت لهذه العصابة الإرهابية
أن تجمع مساعدات على الأراضي الألمانية على سبيل المثال، لأنه تدعم هذه الفكرة ألمانيا بقوة، تدعم إيران وميليشياتها في كل مكان. والآن وزير الخارجية الألماني يتواجد في العراق لدعم هذه الميليشيات وإضعاف موقف الولايات المتحدة الرافض لهذه الميليشيات. فهناك صراع دولي، الموضوع لا يقتصر على أن الولايات المتحدة تريد محاربة إيران فقط، بل الولايات المتحدة لمحاربة إيران عليها أن تحارب ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، لأن هذه الدول العظمى تدعم إيران وأذرعها وتستفيد وتستخدم هذه الأذرع كآلة أو كوسيلة لفرض أجندة هذا الأمر. ربما هذا الأمر يفسر رفض طهران للدعوة الفرنسية لإجراء محادثات أوسع بشأن برنامجها النووي. طبعا فرنسا هي التي تحتاج إيران وليس إيران تحت، بالعكس يعني إيران تحتاج فرنسا، لكن فرنسا أيضا تحتاج إيران، لأنه النفوذ الفرنسي في الإقليم جزء منه يمر عبر إيران وأذرعها في المنطقة. فالموضوع هو يعني محل الصراع الدولي، هذا ليس موضوع خلنا نقول أنه هناك ملف إيراني الولايات المتحدة تتعامل مع هذا الملف فقط، فالموضوع أوسع وأكبر بكثير من ذلك. ولا ننسى، قلت وهو المؤثر الأكبر، الانتخابات الأمريكية، أمريكا أو الرئيس الأمريكي لن يذهب إلى حرب أو تصعيد بمقربة من الانتخابات الأمريكية كما حصل سابقا أيضا، يعني الرئيس الولايات المتحدة لن يذهب إلى حرب قبل الانتخابات. شكرا لك سيد محمد المذحجي، متخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا من لندن.